السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا في هذا البرنامج الذي يتكلم لكم بالتفصيل عن بعض الرموز في الرؤى والأحلام. أسأل الله أن يرزقنا العلم والفهم والمعرفة، ونتكلم بجانب الرؤى والأحلام في بعض النصائح لي أولا ثم للسادة المشاهدين. نتكلم اليوم عن رؤية الفن في المنام. رؤية الفن تأويله إيه؟ رؤية الفن خير ولا شر؟ الفن له تأويلات عديدة كثيرة متعددة. رؤية الفن يدل أن صاحب المنام عنده صفة الإبداع، عنده صفة الفكر الراقي، عنده التأمل في الحياة. رؤية الفن في المنام يدل أن صاحب المنام سيعيش في راحة وفي سعادة وفي سرور وفي هناء. رؤية الفن في المنام يبين أن صاحب المنام سيحصل على أمر من الأمور في حياته، وهذا الأمر سيكون فيه الخير العظيم جدا. رؤية الفن في المنام يبين أن صاحب المنام في أمر من الأمور سيحدث له فيه الخير، وهذا الأمر سيسمعه كثير من الناس في بلدته أو في البلاد المجاورة. رؤية الفن في المنام يدل أن صاحب المنام عنده الإتقان والإبداع، عنده الإتقان في عمله، دائما يفكر التفكير الصحيح الصائب. في ناس ما تفكر في الحياة، ما عندهاش فكر من أساسه. والله العظيم في ناس عندما تفكر تقول بأنها ليس فيها عقول أبدا على الإطلاق. اللي هو يقول عنه ديتي بالمعنى البارد كده، ده إنسان غشيم، يدب في الكلام دب كده، يطلع الكلمة ما يعرفش راحة فين ولا جاية منين، هتعور مين ما يهمهوش، هتأذي مين ما يهمهوش، لأنه غشيم لا يوجد الفكر ولا الفهم ولا المعرفة، ما عندهش الحكمة خالص في أي أمر من الأمور. وأول واحد يتضر من هذا الأمر نفسه الغشيم ده، اللي هو الإنسان اللي شبه أحمق أو أحمق، أول من يؤذي يؤذي نفسه، بل ده يؤذي أولاده ويؤذي زوجته، لأنه عنده اللامبالاة في أمور كثيرة جدا متعددة. وهكذا ناس كتير في الحياة، ناس شغلتها الشاغل كده، دائما تحب الفساد في الأرض. والله لو لجأنا إلى كتاب الله، لو لجأنا إلى القرآن، لو نجأنا إلى سنة خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام لعشنا جميعا سعداء. واحد قبل الهواء إعلامي محترم يقول لي يا مولانا لماذا هذه الأمور تحدث؟ الأمور دي اللي انت شايفها قدامك دي ما تحدث ليه؟ قلت له ما هناك آيات في القرآن الكريم بينت هذا الأمر. الفساد ده انتشر ليه؟ لأن الناس بعدت عن ربنا، الناس بعيدة كل البعد إلا ما رحم ربي عن ربنا. الله يأمر بالخير والناس تأمر بالشر، الله يأمر بالعمار وبعض من الناس ليس الجميع يأمرون بالفسق،
والفجور والفساد والبغي في البلاد والعباد. واحد يخرف في البلاد لا يعنيه أحد أبدا على الإطلاق. اتفضل يا أم زياد. أم زياد، السلام عليكم ازيك يا فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا أم زياد. لو سمحت على الدرايه. اتفضل يا أم زياد، بس وطي وطي التلفزيون يا أم زياد. حاضر يا شيخ. لو سمحت يا شيخ، حلمت إن أنا بيت حمامي اللي هو عمي في الحقيقة. نعم. زي ما يكون عمي قاعد على السرير اللي هو في أوضة المعيشة، يعني السرير ده بيقعد عليه في أوضة المعيشة. تمام. يكون في تعبان اسود صغير قاعد جنبي على السرير، هو مش شايفه بس انا اللي شايفاه. فبقول يا عم في تعبان صغير على السرير، اتخلص منه بس مش عارفه يعني موت ولا عمل له ايه. جيت بعدين دخلت قعدت مع سلفتي على الكنبه، طفله كانت صغيره عمرها هي سنه ونص او سنه تقريبا في الحقيقه، وفي طفله تانية صغيره جنبيها ما نعرفش هي مين. تمام. وزي ما يكون في تعبان يا شيخ، دماغه متخبيه وذيله ونص جسمه بس اللي باين، وانا برضو اللي شايفاه. التعبان ده زي ما بيقولوا يا شيخ اصفر في اسود او اخضر في اسود. فانا طبعا اول ما شفت برضه التعبان خفت على الاطفال اللي هيأذيهم، فبقول لهم في تعبان تاني هنا على الكنب. ده يا عمي حاشو وسيلفي اللي هو ابو الطفل اللي نايم على الكنب. تمام. وتخلصوا منه. فطبعا سيلفي بيقول لحامي ما تلاقوش البيت نظيف ما فيهوش حياه. بس انا زي ما كنا ان انا عارف ان السطح مليان تعبان كتير قوي. جزنا اتخلصنا منه وموتناه. عند ماسكه من عند دماغه كده على اساس ان هو ما يأذيش حد. انا جيت امسكه منه كويس بحيث ان هو ما يعضش حد، قام عضتني في صباع ايدي الكبير الايد اليمين. تمام. انا خفت لما عضنا عمال اقول ده كده خلاص يعني سمم جسمي. فسلف قال لي اشفط الدم وفسقيه يعني طلع الدم اللي هو فيه الشم وما تخافيش. فرحت قعدت على عتبة الباب بره في الشارع زي ما يكون يا شيخ فيه حيوان كبير شبه سايب قشطه كده او الخرسيت حاجه زي كده، زي ما كنت على قد ضغمت جسمه ده بس كتير واقف في البلكونه بتاع حد من الجيران كانه بيلتهم شخص او بني ادم او حاجه. فطار علينا ونزل زي ما كنت برضه عايز يهاجم انا وسيم في دي كان اسمها خد. فهي طلعت تجري على راس الشارع لا بره. سلفتك اسمها ايه يا ام زياد؟ اسمها هدى. هدى اسمها هدى. تمام. زي ما كنا الشيخ في اول الشارع بره اللي هي بتجري عشان تنقذ نفسها منه، وكان موجة مية عالية زي البحر كده، موجة مية كأنها واصلة للدور الأولاني من البيت. قعدت تجري على الموجة دي لحد ما هي اختفت، فرجع تاني بحيث إن هو يهاجمني أو حاجة زي كده. اتغير فيه المكان كأن عند مكان في نص البلد عندنا، وأنا عايزة أحاول إن أنا أتخبى من طريق الدكان بتاع طعمية. فقلت أصد جردة المطرح المية بتاع طعمية واتخبى فيه، لقيت الجردة المليان مية. فقمت فاتحة الباب بتاع الدكان وقفت وراه وشدت الباب عليه كأني هشك الباب ما يشوفنيش، وقمت من النوم على كده يا شيخ. اسمعنا من التلفزيون يا أم زياد. أولا موضوع الثعبان ده ربنا هيحفظكم من البلاء والهم والغم والنكد، وربنا سيحفظكم من بلاء شديد. موضوع الطفلة، الطفل في المنام نوع من أنواع البشرة الطيبة الجميلة العظيمة. موضوع الحيوان، وللأسف الشديد لكم أصدقاء أو أقارب أصحاب سوء. كلمة هدى ربنا هيجعل لك الهداية والطاعة لله رب العالمين. الموجة العالية ربنا هيحفظكم من فتن عظيمة 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 عظيمة. ربنا سيلطف لكم في بعض الأمور لكم في الحياة. تغيير المكان يدل على تغيير الأمور في حياتك للأحسن والأفضل والأجمل، والله أعلم. اتفضلي علاء. مين معنا؟ علاء. اتفضلي علاء. يا علاء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا علاء. لو سمحت، أنا شفت رؤية اللي أنا كنت مارر في المقابر. نعم. وفجأة فيها مقبرة كده اتفتحت، يعني واحد ميت قام من المقبرة فتح المقبرة وأنا دخلت، كنت أنا وأمي وابن عمتي. تمام. فالميت ده راح، أنا ما شفتوش قبل كده العنز. نعم. راح دلع خاتم من يده وراح ملبسه لنا بالذات. تمام. وبعد كده ابن عمتي راح مكفنه تاني، ورحنا طالعين ورحنا سدين القبر تاني. تمام.
بس كده. هذه رسالة إن ربنا حيجعل عمركم طويل، ستعيشون عمرا كبيرا، بس هذه رسالة ألا تتكلموا في حق أحد على الإطلاق، ما تكلموش في حق حد. ولو كنتم في مجلس مثل المجالس وذكر فلان أو علان أو زيد أو عبيد، لإما تجعل أذنك صماء لا تسمع إذا كنت لا تستطيع أن تتكلم كلمة الحق، أو تنصرف من المجلس أفضل، والله أعلم. شكرا يا خالة. اتفضل يا أستاذ مصطفى. أيوة، السلام عليكم يا شيخ إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي الغالي. أطلب الله مساءكم. وإياك حبيبي. والله يعني شفت رؤية. اتفضل بس ارفع الصوت يا أخي مصطفى. شفت رؤية. نعم سيادتك، أنا شفت رؤية. تمام تمام خالي. سامعك يا مصطفى، سامعك. ايوه شفت رؤيه كده كاني يعني ايه، شفت نفسي بنصلي صلاه العشاء. تمام. بس في واحد تقدم للعشاء اسمه امين، وانا رجعت وصليت انا امام. يا سلام. مظبوط. تمام مظبوط. بعد ما قرات الفاتحه ابتديت في سوره القيامه الى ان وصلت ايه. نعم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه. جميل 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 يا أخ مصطفى. الله يبارك فيك. تمام إن شاء الله خير يا أخ مصطفى. يا أيوة. أولا خليك معايا على الهواء. أولا موضوع أيوة الصلاة بحق. وبالذات لما تكون صلاة العشاء وهي آخر صلاة من الصلوات المفروضة في اليوم. أيوة. ده يدل أيوة. ربنا سيتم لك أمر من الأمور إن شاء الله، وسيمن الله عليك بالطاعة لله رب العالمين يا رب. موضوع ان انسان سيصلي بالناس اماما وانت ترجعه وتصلي انت، ده في انسان مشاكس معك، وفي انسان لا يحبك ولا يحب لك الخير. بس ما اقدرش اقول لك اللي جاء اليك في المنام ده رمز من الممكن يكون هو، من الممكن ان يكون انسان غيره، ولكن الله جل وعلا سينصرك عليه نصر عزيز جدا. كلمة أمين ده يدلل إن ربنا حيجعل لك صفة الأمانة، عندك صفة الأمانة مش الخيانة. الله هذه الآيات التي قرأتها من سورة القيامة ده يدلل من أولها هذه الآيات إلى أن وصلت لا تحرك لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه. ده يدل إن ربنا سيحفظك من الزهايمر. ربنا حمل عليك بقوة الذكاء، قوة الملاحظة، قوة الفهم. أسأل الله أن يحفظك ويصونك ويرعاك حبيب الغالي، والله أعلم. رؤياك جميلة أخ مصطفى، من أجمل ومن أعظم ما يكون لما أنت تصلي بالناس إماما وتقرأ هذه الآيات المباركات، فيدلل إن حياتك حتكون حياة هادية طيبة. في بعض الناس كده تلقاه عنده صفة الهدوء، إنسان هادئ يجلس في المكان ما حدش يشعر به أبدا، وفي واحد يجلس فيه في واحد معنا. مين؟ اتفضل يا أستاذ هبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ هبة. معايا رؤيتين صغيرين يا فضيلة الشيخ. اتفضلي تأمري أمر. في الرؤية الأولى أنا شفت أمي هي متوفية عليها رحمة الله، كأنها نايمة جنبي كده على كنبة ورأسها ناحيتي، وأنا عمالة ألعب لها في شعرها كده، فلقيت أملاية في شعرها، فأنا حاولت أموت الأملاية، فهي صحيت وتحركت وبصت لي كده، فالأملاية تحركت معرفتش أموتها، بس لما تحركت بقت مش أملاية، حسيت كأنها يعني حاجة كده وخلاص مش أملاية يعني، بس كان شعرها تقيل وجميل يعني محني كده غير شعرها اصلا في الحقيقه يعني. هي في حد اذاها في الحقيقه وهي على قيد الحياه؟ مش عارفه يا شيخ، هي كانت عندها جلطه قعدت سنين بيها، كانت مش بتخرج. اسال الله ان يجعل ذلك سبب من ضمن اسباب دخولها الجنه. فكون ان هي عندها جلطه يبقى ما فيش حد اذاها، ولكن هي نوع من أنواع الأذى، عانت من أذى وعانت من ألم وعانت يعني من أشياء كثيرة جدا في الحياة،
ودي اصلا بطبيعه الحال. الشيء الثاني لا يدل ان هي في مكانه عظيمه جدا عند رب العالمين. الشيء الثالث ربنا حكرمك انت بفضل يعني رضائك او رضا امك عليك. والله اعلم. قول رؤيه ثانيه. الحين الرؤيه الثانيه يا شيخ، الرؤيه الام برضو لقيت اخويا كاننا احنا في عزومه وهو جايبها بس شايلها، ما كانتش ماشيه تمام. وانا قعدت ابص فيها عشان وحشاني وكده، وكان احنا في شدة وحتى شال عليها، بس يا شيخ حسيت ان انا شفت كان النص اللي فوق بس، مش خدت بالي رجليها فين ولا في ايه، كان النص اللي فوق بس. وبعدين قعدت انا واخويا ناكل كاننا كنا وبنحلي انا واخويا، فاخويا الثاني قال له قوم يعني غسل ايدك الاول، او عايزه ما ياكلش يعني لما يغسل ايده، قومه لو ناكل حاجه زي حلويات يعني. ده حياه قومه. حياه طيبه جميله سعيده لك ولاخيك. الشيء الثاني هناك اجر والثواب عظيم جدا وصل الى امك في قبرها، والله اعلم. شكرا لك يا أستاذة هبة. كذلك رؤية أهل الفن في المنام تختلف على حسب اسم صاحب أهل الفن. هل رأيت في منامك مثلا على سبيل المثال حسين فهمي ولا إنسان آخر؟ يختلف من اسم إلى اسم. اللي شفت ده مغني ولا ممثل؟ اتفضلي يا هاجر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا هاجر. يا شيخنا بنت خالي حلمت لي اني انا رايحة معاها اشتري ملاية جديدة، وانا اشتريت ملاية كان شكلها حلو قوي ومتطرزة. في حلم تاني ممكن احكي لحضرتك؟ طيب براها علي يا هاجر، افسر دي وخليك على الهوا ومعاك حتى لغاية اخر الحلقة يا هاجر. ربنا يخلي حضرتك. اولا يدل على تيسير الامور، ربنا هيجعل امورك ميسره في الايام القادمه جدا 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 يا هاجر. يا رب يا شيخنا اللي احسن، انا في مشاكل فعلا. ربنا هيسعدك بامر من الامور، اسال الله ان يزول عنك الهم ويفرج عنك النكد. اللهم امين. قول رؤيه ثانيه يا هاجر. حلمت ان مامتي بتديني 5000 جنيه وبتقول لي خذي هاتي الموبايل اللي انت عاوزاه وابقى هاتي الباقي. انت متزوجة هاجر ولا آنسة؟ لا متزوجة معايا طفل. معاكي طفل؟ ما هو المحمود اللي معاكي ده. ولما لا لا انا يا شيخنا بتقول لي روحي هاتي التليفون اللي نفسك فيه. ما انا عارف يا بنتي. أيوة. مش ما اقول لك انك انت معاكي اولاد، قلت لي معايا ولد. ايوه يا شيخ. ما هو الولد التليفون اللي ادتهولك في المنام وقالت لك هاتيه هو التليفون. فمعناه ان ربنا هيحفظ ابنك من كل سوء. وسيحفظه الله من الهم والغم والنكد والضيق. وابنك ده هيكون لبيب، يعني كثير الكلام، يتكلم بالكلام الطيب الكلام الجميل الكلام المحسول الذي يحبه والذي يألفه كثير من الناس. والله اعلم. طب يا شيخنا ال5000 جنيه دي ايه يا شيخنا؟ نوع من انواع البركه في حياتك، وربنا هيحفظك من الحسد ان لم تكن انت مصابه بالحسد اصلا. ايوه يا شيخنا انا فعلا محسوده. هي الناس كلها محسوبة مش انت بس. ربنا قولي. اقول لحضرتك يا شيخنا دليل ان انا كنت فعلا محسودة، لان حد قال لي قبل كده الحلم اللي انا حلمته، حلمت ان انا واحدة كانت شبهي وانا صغيرة. يا هاجر خلينا دقيقة واحدة بس، خلينا دقيقة واحدة. لا تستعجلي. ال5000 دول انك انت محسودة، عدد خمسة انك انت محسودة، ولكن الله جل وعلا سيزول عنك من الحسد. ولكن أنا أوصيك وأوصي كل المشاهدين في شتى بقاع الأرض إن هم يحافظوا على قراءة آية الكرسي والمعوذتين والإخلاص وسورة الفاتحة يا هاجر، والله أعلم. تواصل معنا إن شاء الله يا هاجر. الناس كلها محسودة مش أنت بس، والناس كلما تعاني من مشاكل وتعاني من أزمات وتعاني من نكد، يعني فيش حد فرحان ولا سعيد إلا نادرا. اللي مش معاه فلوس متضايق، الغني متضايق، الصحيح اللي هو ما عندوش أمراض خالص مش حامد ربنا ولا شاكر ربنا، المريض
مش راضي بما قسمه الله جل وعلا له، ما فيش حد عاجب أمره أبدا. ولكن لو كنت قنوع بما أعطاه الله لك، والله تكون أعظم مخلوق على وجه الأرض، تكون سعيد جدا. وانت عاوز تجرب نفسك سعيد ولا مش سعيد؟ أول ما تجي بالليل كده على الوسادة على المخدة، لو كنت راجل حط عينك وغمض عينك ونام، تبقى انت سعيد. لا حد يقعد تفكر في فلان وعلان وزيد وعبيد، وتجيب الدنيا من شرق الغربة، وعشان تنام لك نص ساعة ولا ساعة تقعد 4 ساعات تفكر، اعرف انك انت شايل هم الدنيا كلها. أسأل الله ان ربنا يعافينا جميعا، قولوا آمين. والله أعلم. فرؤية أهل الفن في المنام. اتفضل يا حمدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ حمدي. والله حضرتك كنت أنا شفت رؤيا أنني دخلت المسجد النبوي. الله أكبر. فأنا كده لسه بدي أقول كده أخش الباب بدون بسم الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك. نعم. فلقيت كده قدام الباب شوية رمل كده تراب كده المخصة. تمام. فقلت لأختي، لي أختين، واحدة متوفية واحدة عايشة. تمام. لقيتهم جوا المسجد النبوي بس في حالة حزن شوي. حزن؟ اه. بس كده. أولا هناك جزء يعنيك أنت. الحمد لله. والجزء الأخير يعني المملكة العربية السعودية. اللي يعنيك أنت أمن وأمان واستقرار وراحة بال. وسيمن الله عليك بالاعتمار إلى بيت الله الحرام. الله يصلح لك ربنا. وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. الله يصلح لك. وإن ربنا حتمن لك أمر من الأمور. الله يصلح لك. والله والمنام يبين يا حمد إنك أنت إنسان خير، طيب، جميل، جميل، رقيق القلب. الله يخليك. ولكن موضوع الرملة، موضوع ان اللي في المسجد عندهم الحزن، وان كانت الرؤية واضحة لدينا بفضل الله، ولكن اسأل الله ان يحفظ المملكة العربية السعودية وتبين على وفاة رجل في المملكة العربية السعودية، واحد سيتوفاه الله، هو حيكون معروف لدي العامة والخاصة. أسأل الله أن يحفظ أهل الحرمين جميعا كبيرا وصغيرا، رجالا ونساء، من أدنى إلى أكبر، من أقل فرد إلى حاكم الدولة. أرجو أن تكون الرسالة وصلت، والله أعلم. فضل يا أمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمة الله. معي رؤية الأختي بس. اتفضلي يا أمة الله. تفضلي. يعني كلمة ان هي بتسرح شعرها وتنزل حشرات الشعر تنزل من شعرها. ايه الحشرات يعني اللي من دلة من شعرها؟ قمل، صراصير، براغيث؟ قمل. قمل. تمام. في حي في حي تاني؟ يعني لا بس معي رؤية لي انا. طب خليكي معايا على الهواء عشان افسر لك القمل. ماشي. القمل ربنا ذكره في القرآن الكريم، القمل اللي هو الجمل اللي يقال عندنا بالمعنى البدل الامن اللي هو القمل. وربنا ذكره في القرآن الكريم مع سيدنا قصة سيدنا موسى عليه السلام وبني إسرائيل، فيدل إن أخت الدي لإما هي ما تعاني من مشاكل أو خلافات أو نكد أو هم أو غم أو تعب أو شيء من هذا القبيل، أو سيزال عنها بعض الأمور لها في الحياة. هي مش بتعاني من حاجة بس يعني الحمد لله. أسأل الله إن ربنا يحفظها ويحفظك. آمين. فضلي. أقول رؤية بتاعتي. نعم. انا حلمت اني المطر بتمطر كده مطره خفيفه، وبتدعي يعني اقول يا رب هون علي فكرات الموت واشفيني. جات امي برضك بتدعي لي بالشفاء. طب انا هفسر وهعلق كلمه على الكلمه اللي انت قلتها في البدايه، خليك معايا ما تقفليش. اولا موضوع اللي انت ذكرتيه ده اللي على تفريج الهم وتيسير الامر، وإن ربنا حيبشرك بشرة طيبة جميلة عظيمة جدا لك في الأيام القادمة، والله أعلم. أنت معايا ولا مشيتي؟
انت معايا؟ اه معاك. انت ما تقولي تقريبا ان اختك مش بتعاني من حاجة؟ اه. ايه عرفك؟ يعني عايشة جنبيها يعني عارفاها يعني. وهي عايشة جنبيها يعني. البيوت اربع حيطان. وفي حياة وفي حاجات لا يعلمها الا الله تعاني منها المرأة لا تستطيع ان تتكلم بها على احد على الاطلاق. لا تعرف تكلم اختها ولا تكلم امها. ما ينفعش اقولها لك ايه هي على 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 الهوى. فما تقوليش ما فيش حاجة. اسأل الله جل وعلا ان ربنا يفرج الهم واقولها لك عن اختك، لان في حاجات ربنا مبينها لك في المنام وربنا ميوضحها في المنام وهي واضحة وضوح الشمس. اسأل الله ان ربنا يعافيك وان ربنا يرفع عنها وعنك البلاء، والله اعلم. زي مرة في احدى القنوات الفضائية، والله وكنت على قد الصحة والجمال، واحدة متكلمني في اتصال هاتفي كان على الهواء على قد الصحة والجمال، لحظة واحدة بس اخلص دي، فمتسألني في تفسير منام، اقول لها يدل ان والدك في حد ضحك عليه واخذ منه مبلغ من المال. قالت لا انا والده فيش حد ضحك عليه ولا اخذ مني حاجة. قلت لها المنام يقول كده، الرؤية ما تبين ان في حد نصب على والدك واخذ منه بعض الاموال. انت ما تقولي براحتك، قولي براحتك. في اتصال هاتفي على الهواء كان بجوارها الوالد والدها، قال لها فعلا يا بنتي عرفي الشيخ ان في حد نصب علي وخد مني 150 الف جنيه، وانا مرش اقول لك عشان ما تزعليش. في حاجات في الكون ما حدش يعرفها غير ربنا والله اعلم. من معانا؟ تواصل معنا ان شاء الله يا فندم، تمرنا امر حبيبي الغالي. فعالم الأحلام ده عالم عجيب غريب، في حاجات ربنا يظهرها في المنامات ويبينها في المنامات لا يعلمها أحد. في مرة الشيخ سيد حمدي عليه رحمة الله، وهذا الكلام كان على قناة المحور على الهواء مباشرة، وسألك وسائل سمعت الحلقة بنفسي والكلام بنفسي، واحد مسأله فضلت الشيخ أنا رأيته في منام رؤيا، وقص رؤيا انا لم اتذكر الرؤيا ولكن فاكر التفسير. فالشيخ سيد كان على الهواء عليه رحمه الله، الشيخ سيد حمدي قال له هذه رؤيا خاصه انا هفسرها لك بيني وبينك، ما ينفعش افسرها لك على الهواء. قال له يا فضيله الشيخ انا حياتي كالكتاب المفتوح، فيش اسرار في حياتي لابد انك تقول الرؤيا على الهواء. قال له يا ابني افسرها لك يعني بيني وبينك. فاصر المتصل وفسر الشيخ سيد حمدي عليه رحمة الله على الهواء، قال له أنت متزوج بامرأة ثانية مغربية، حدد له دولة المغرب، أنت متجوز بواحدة ثانية من المغرب. أثناء الاتصال الهاتفي حصل يعني مشاجرة بينه وبين الزوجة. مين معنا؟ اتفضل يا إسلام. ألو؟ أيوة حبيبي الغالي. لو سمحت عندي رؤية. اتفضل بس وطي الصوت يا إسلام. شفت وكأني في شقتي. نعم. أنا لسه ما تزوجتش يعني، فالشقة أكنها اللمط كلها منورة. تمام. تمام، ولكن الشقة إحساسي في الحلم اللي هي كانت مكشوفة من جميع الجهات، يعني شارع من هنا وشارع من هنا وشارع من هنا وشارع، بس هي في الحقيقة مش كذلك. تمام. تمام، وأنا أكني في الحلم برضو أكني رايح أتقدم لحد خطوبة. تمام. وأنا في الحقيقة لسه ما تزوجتش وسني برضو كبير يعني. يا إسلام. ايوه. انت تعاني من ازمه اقتصاديه يا اسلام؟ يعني ما هو عشان الشقه ما فيهاش جدران، حتى يعني ممكن تكون حالتك يعني مسنوده، بس برضه الامور لا تسعفك. هي فيها جدران ولكن هي مكشوفه كانها يعني مكشوفه من جميع جات على الشارع، يعني زي شبابيك او عارف حبيبي عارف. انت تعاني من ازمه اقتصاديه او شيء من هذا القبيل. أسأل الله إن ربنا يسر لك الأمور ويتم لك زواجك على خير يا إسلام. أنت سنك حقيقة لسه مش متزوج يعني. سنك كم سنة يا إسلام؟ 36. رب طول في عمرك حبيبي. أنت لما بتقدم للزواج يا إسلام شايف الأمر طبيعي ولا أنت مش بتقدم خالص لحد للزواج؟ لا بالعكس، أنا ببحث الله المستعان يعني. وما يحصل رفض
يعني ساعات بيحصل عدم قبول. لا مش ساعات، ده حاجات كثيره حبيب. ايه اللي ساعات يعني؟ كل ما تقدم على الامر لا يتم، لا اما منك لا اما منهم، وممكن يتم القبول ولكن ما يحصلش نصيب، وممكن حد يقول لك على الامر تقتنع بيه وبعد كده تتردد تاني وعندك صفر التردد دائما. اوصيك يا اسلام عليك انك تحافظ على آية الكرسي والمعزتين كلهم يا اسلام صباحا ومساء. جزاك الله خير، تمرنا امر حبيب الغالي، والله اعلم. اسال الله ان ربنا يحفظنا جميعا من الظلم والظالمين. في ناس كده شغلتها انها تحب تعطل الامور لبعض الناس، ناس هويتها كده ان فلان ده ناجح في حياته، لا وقعه، ما ينفعش فلان ده يقبل لي شأن طيب وشأن جميل، ما ينفعش فلان ده براتب بتاعه كويس دخله كويس، وقيس على هذا المنوال. يعني ده حكاية أمور لا يعلمه إلا علام الغيوب. ده أنا أقول لكم قصة إذا سمح لي الأستاذ وليد. في مرة اثنين اخوات، رجل غني أعطاه الله من المال، واحد فقير. الغني كان يعطف على الفقير يعطيه، ولكن ما تمرش فيه، لم يقابل إحسان بالإحسان. فالرجل الغني ده كان جاب كل أمواله في قافلة، زمان كان يجيب التجارة في القافلة في على الجمال على الإبل. فراح الرجل ده الأخ الفقير اللي هو حاسد وكاره على أخيه، راح لواحد يحسد مشهور بالحسد، فحكى له القصة. قال له خلاص لما تجي القافلة على مشارف القرية قول لي أنا أحدي لك القافلة عينها وأحها كلها تبوظ التجارة. والرجل ده كفيف، الرجل اللي جابه ده يحسد ده كفيف ما فيهوش يعني لا يبصر. فأول ما جت القافلة والرجل أعمى الكفيف والرجل الفقير قاعدين جنب بعض كده جالسين مع بعض، فأول ما جت القافلة على مشارف القرية قال له يا فلان القافلة اهي جاية من بعيد، اهو من مكان بعيد. فنظر الأعمى للرجل الفقير الذي يريد أن يؤذي أخيه، نظره كده بعينه قال له وانت شايف إلى مشارف القرية فعمي. الفقير عمي اللي هو كما يقال حفر حفرة لأخيه وقع فيها. ابنت ربنا من على أخوك بالمال وأخوك كويس ما يعطف عليكم يديك، سبحانك يا رب. إن في خلقه شؤون. محمد من القاهرة، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي. الله يبارك فيك ويكرمك يا رب. اللهم أمين يا محمد. كنت محتاج ان انا اقول لحضرتك رؤيتين انا شفتهم وبرجاء يعني الرد لي. تمرنا امر يا محمد، اتفضل وعلى مالك وراحتك حبيبي. الامر لله وحده ما فيش من قبله ومن بعده. يا رب اتفضل. كان في حد عزيز علي الله يرحمه محسن الليه، نعم، جالي في المنام وبيعيط. تمام. ده والدي. هو والدك على قيد الحياه؟ لا الله يرحمه. عليه رحمه الله. يا محمد في حد في البيت زعلان من التاني؟ في زعل بين الأخوة بين العائلة؟ إخواتي يعني؟ لا لا. تمام. هو والدك كان يصلي محمد الأول قبل وفاته؟ الحمد لله كلنا بنصلي. لا أنا أتكلم على والدك. والدي بيصلي الحمد لله الله يرحمه. خلي بالك، يبقى هنا يبين إن في حد مقصر في أمر شديد، في زعل بين الأخوة، في حاجة مش مظبطة، ممكن يكون في خلاف على أمر معين، من الممكن يكون في حاجة تحدث في البيت الوالد غير راضي عن هذا الأمر. فتشوا في الحياة في البيت هتلقي في حاجة مش مظبوطة يا محمد. تمام. قول رؤية تانية حبيبي. كنت أنا في بلد يعني غير بلدي، محافظة غير المحافظة. تمام. وكنت في مكان يعني عند عيلتي يعني. نعم. كل ما ادخل شارع من الشوارع، هي ثلاث شوارع، ادخل من شارع الاقي جحش او حمار، انا اسف اللفظ يعني. نعم. اسود ويقابلني ويجري.
يقابلني بجري. تمام. دي الثانية بس. ما خلاص مش هاخد مني غير ترين يا محمد. يا محمد. نعم. خلاص كده رؤية وضحت واسمعنا من قناة التلفزيون، اسمعنا من التلفزيون. الملامح حبيبي الغالي موضوع الحمار، ولما يكون أسود ده ربنا هيحفظك من الجهل والتخلف يا محمد، وربنا هيحفظك من إنسان عبيط، إنسان مش ميفهم، إنسان قلبه أسود من السواد والله أعلم. من معنا؟ تواصل معنا يا فندم إن شاء الله. رؤية الحمار في المنام، الحمار رؤية مش وحشة، ولكن في بعض المنامات تكون وحشة. رؤية الحمار دي تحتاج حلقة كاملة. الحمار اللي يشوف الحمار يقول إن ربنا سيسخر وسيذلل له بعض العقبات في الحياة، لأن الحمار ربنا ذكره في القرآن الكريم، وربنا ذكر الحمار في القرآن الكريم بأن الحمار يحمل الأثقال التي لا يستطيع الإنسان حملها في الحقيقة، والحمار يحمل أشياء إلى مسافات بعيدة، ويتحمل الحمار ما لا يتحمله البشر. فاللي يشوف الحمار في المنام في معظم الرؤى يدل إن ربنا حيسخر من يساعدك. مين؟ لا لازم الاسم. قال لي نسيمة أو مسعاف سعيدة. مين معايا؟ تفضلي. الأستاذة رتيبة. رتيبة؟ أهلا بك يا أستاذة رتيبة. لو سمحت عايز أقول لحضرتك حلم. تفضلي. لو سمحت أنا حلمت إن واحد زميلي في الشغل. نعم. حلمت إن واحد زميلي في الشغل متوفي. هو اصلا في الحقيقه متوفي عليه رحمه الله، وحلمت ان هو جاي يقول لي لما حضرتك عندك فدان ونص ارض وبيجيبوا محصول بسم الله ما شاء الله مش تطلعي منه؟ طلعي لله. قصدك قصدك طلعي لله؟ لا. فهو انا قلت له ايه يعني حضرتك ممكن اطلع لك شكارة منه يعني محصول او كده؟ قال لي لا انا عايزك تطلع حاجة لله. ايوه انا قلت لك انا من قبل انت ما تكملي. قصده ان هو طلع حاجة لوجه الله. كملي. ما وبعدين بقى هو لا خد مني حاجة ولا انا خدت منه، وسابني وضحك وقام سايبني ومات. هو لازم ياخد منيكي او يديكي، ده هو اعطاك اعظم رسالة في الوجود. انت معاكي في الحقيقه ارض؟ لا يا لا ما عنديش ارض اصلا. ده انت ربنا اداكي نعمه عظيمه جدا، في نعمه ربنا ادهالك مش موجوده عند حد ابدا، بس ايه الله اعلم. فالمفروض تطلعي زكاه، تطلعي صدقه، تطلعي حاجه لوجه الله، ودي اصلا بقدر المستطاع لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني انت لو مقدراش خالص كده وان شاء الله يكون عندك المقدره حتى لو 20 جنيه طلعها لواحد فقير. ماشي يا حضره الشيخ. تؤمرين امر يا استاذ رتيبه في اي وقت. تؤمرين امر. يا جماعه والله العظيم الصدقه دي، انت لما تطلع حاجه لوجه الله ربنا ما يكفيك شر المصائب والاحزان، وربنا يبعد عنك الحسد. انت عايز ربنا يسهل لك امورك، طلع صدقه على قدر ما تستطيع وتعطيها الانسان مستحق. انت عارف المستحق مين؟ مش المتسول ما يجيلك في الطريق ويقول لك لله، لا. انت عارف الراجل اللي يبيع مثلا ذره شاميه في الطريق هو يستحق الزكاه ده، الصدقه عفوا. عارف الراجل اللي يبيع مناديل هندي مش بيقول لك لوجه الله؟ او هي المدينة الهندي حتجيب المكسب كديه، حتجيب له كديه في اليوم، مش مبيع غير هاي المدينة الهندي، حتى مش مبيع حي تاني. يدير حي لوجه الله يا سيدي، ما نستغلش الظروف. انت كده قاعد في مكان معين ولقيت واحد مبيع ولعات، يقول لك مثلا على سبيل المثال 3 ولعات ب5 جنيه، هي بالنسبة له الولعات جنيه على جنيه ما تسند معاه، هذا يستحق انك تديله. وراجل ما طلبش منك صدقة ولا زكاة ولا طلب منك حاجة أبدا، أنت عارف 5 جنيه تديها له
او العشرة جنيه تديها له، انت ما تعرفش ايه اللي ما يحدث في الامور الغيبية. والله ربنا ما يبعد عنك نصائب واحزان. ده انت عاوز تعالج المريض بتاعك، انت لو تعبان او مريض عاوز تعمل يطلع صدقة، عالجوا مرضاكم بالصدقة يا جماعة. انت لو عاد ربنا يقضي لك امر من الامور، انت قادم وتقدم على امر الزواج، طلع حاجة لله. يا عم ايه دخل الزواج في ان اطلع حاجة؟ لو انت تريد ان يقضي الله لك جميع امورك بالتوفيق والتيسير في جميع الامور، طلع صدقة. وافضل واعظم، حاضر، وافضل واعظم صدقة للأقارب صلة الرحم. تعامل أخوك معاملة كويسة، أوعى يكون أخوك محتاج تبخل عليه حتى وهو إن لم يكن يستحق، يعني مش مستحق تديله ويحسن عليه. ده المعاملة بتاعته سيئة، ده المعاملة بتاعته زي الزفت. يا أخي أنت متدي لمين؟ أنت متدي لله. أنت تعطي لله، اعطيه. الله هو الذي يغير القلوب ويغير الحال من حال إلى حال أفضل وأعظم. أسأل الله أن ربنا يرفع عنا البلاء وأن يمن علينا بنعمة الأمن والأمان، وأسأل الله أن يحفظنا جميعا من السوء، وأن يمن على بلادنا مصر الحبيبة بنعمة الأمن والأمان والاستقرار وراحة البال. دائما أكون معكم يوم الاثنين ويوم الخميس، لإما في السادسة أو السابعة أو الثامنة، لا أحدد معكم، ولكن دائما معادي معكم يوم الاثنين والخميس إن شاء الله في برنامج أحلامنا الجميلة. انتظرونا. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.